استضافت القنصلية العامة المصرية في مدينة سيدني الأسترالية رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر COP27 محمود محي الدين خلال زيارته إلى سيدني، وذلك للمشاركة في أعمال منتدى سيدني للطاقة والذي عقد على مدار يومي 12 و13 من يونيو من عام 2022. وعلى هامش زيارته قامت القنصلية العامة المصرية في سيدني بتنظيم عدد من اللقاءات الثنائية لمحي الدين مع عدد من المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين والمشاركين في المنتدى، حيث تناولت هذه اللقاءات التحضيرات المصرية الجارية لعقد مؤتمر COP27 وكذلك القضايا الموضوعية التي من المنتظر أن تتناولها أثناء انعقاده.